بسم الله، تاني درس النهاردة هيكون عن 3 أصوات جداد اللي هما ال إي ال با ال ن إي با ن. معانا هنا أول حاجة هنربط الحرف الساكن بحرف متحرك، يعني مثلا البا حرف ساكن مع كل الحروف المتحركة أو الأصوات المتحركة. تمام، عندنا البا آ با با إي بي با إي بي با أو بو با آ با. صوت ال ن أو ال ن ن آ نا ن إيه ني ن إيه ني ن أو نو ن أ نا. الفرق هنا في صوت ال إيه زي الفتحة وال إي زي الكسرة. بي بي أوكي. بعد كده هيجي الصوت المتحرك الأول وبعد كده الصوت الساكن. أول صوتين ال A P AB E P AB E P AB O P OP A P OP A N AN إن 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 أو إن أون أ إن أون. بعد كده كلمة من 3 أصوات أو من 3 حروف. با إن بان بي إن بن بي ن بن بو ن بون با ن بان. هنقرا الأصوات اللي بالأسود الأول وبعد كده بنزود الصوت الثالث اللي هو اللي بالأحمر. أوكي طيب، الجزء اللي بعد كده نا ب ناب ني ب نب ني ب نب نو ب نوب نوب نوب. بعد كده ال word families يعني عائلة الحرفين دول أو عائلة الصوتين دول، هنضيف بس نغير الحرف اللي في الأول. تمام، بس الجزء التاني زي ما هو. اوكي مثلا ال app app n app nap س آب ساب ت آب تاب ف آب باب. الجزء اللي بعد كده إب ن إب نب س إب سب ت إب تب ف إب بيب. بعد كده الإب إب ن إب نب س إب سب ت إب تب ب إب بيب. بعد كده الأوب ن أوب نوب س أوب صوب ت أوب توب ب أوب بوب. الجزء الأخير الأ ب صوت الأ صوت ال ب up n up nop s up sup t up top p up pop. نيجي للجمل فيها نفس الكلمات. هنا الهدف ان احنا نتعود على الجملة ككل. اوكي I P in pin
on a p n pen. He p n pen. The p on pon. She p n pen. The p on pan. It pin in a pan. They p on pan. The p in pin. We p on pon. At the p in pin. You p in pin in the p and pan. الجزء اللي بعد كده. I am a p in pin. He is the p and pan. She is my p on pun. It is your p in pin. They are p in pin. We are p on pun. You are a p on pun. الهدف الجزء اللي بالأحمر مش الهدف خالص الجزء اللي بالأسود. Okay. بعد كده الجزء اللي بعده. I have a pen. Pen. He has the pen pen. She has my pen pen. It has your pen pen. They have pen pen. We have pen pen. You have a pun pun. نيجي الجزء الجرامر نحفظه زي ما هو بالضبط. Okay. I am. أنا أكون. He is. هو يكون. She is. هي تكون. It is. لغير العاقل. They are. هم يكونوا. We are. نحن نكون. You are. أنت تكون أو أنتم تكونوا.